بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة العالمين سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم. اليوم حنشرح شوية حوالين التيرويد جلاند في طلبة السنة الخامسة للأندر جرادويت، مجموعة معلوماتك حوالينها لعل وعسى يستفيدوا منها وقرب لهم الخيال منها. طبعا تركيزنا اليوم حوالين اللونج كيس، يعني كهستوري وكاكزامينيشن، شوية انفستيجيشن، شوية معلومات حوالين الموضوع. بسم الله. تيرويد جلاند يجيني حالة قدامي نكس ويلينج. نكس ويلينج طبعا شنو ممكن يكون سويلينج؟ هذا اللي هو ديفرنشال دايجنوز اوف نكس ويلينج. اول شيء ممكن يكون جويتر. الجويتر، تعريف الجويتر از انلارجمنت اوف تيرويد جلاند. ممكن يكون ديرمويد سيست، ممكن يكون رابدوميوساركوما اللي هو كونكتيف تيشو تيومر، او رابدوميوما اللي هو سموث مسل تيومر، والليبوما، انيوريزم، توقع سبيشيال سيست برضو حتى هي لا تستبعد. طبعا ديفرنشال دايجنوستس اوف تايب اوف تيرويد جلاند شنو هما انواعها؟ ممكن يكون سمبل. شو معناها سمبل؟ سمبل is not toxic, not inflammatory, not malignant. يعني انت درت history, درت examination, درت investigation وتأكدت منهم انه ما هوش toxic, ما هوش inflammatory ولا هو malignancy. It is simple. التوكسيك يعني عنده toxic manifestation اللي هو تنقص الابتايت، تلص في الويت، irritability، اللي هم الهوت او toxic manifestation of thyroid gland. الانفلاميشن، انفلاماتوري جويتر، شنو هو الانفلاماتوري جويتر؟ اللي هو يعني عند فيه انفلاميشن داخل التيرويد جلاند، وفي ساينسز اوف الانفلاميشن اللي هو هوتنس وتندرنس وريدنس وسبيلينج. الماليجنسي يعني فيه الارمس فيوتشر اوف الماليجنسي اللي هو ويت لوس، اولد ايج، انيميا، حاجات يعني تدل ان الحاله فيها ماليجنسي. جو لحاجه اسمها لونج كيس هيستوري في تيرويد جلاند، خشيت الامتحان وخشوك على حالة زي توهكي وبيدير منها هيستوري. أول شيء تاخذ هيستوري كويس، بعدين تاخذ اكزامينيشن جميل جدا، ومن ثم تنتقل للانفستيجيشن اللي ممكن تزبطهم، اللي ممكن يجنك أو يسرق فيهم الامتحان تزبطهم. شنو هما بالضبط الهيستوري؟ يتضمن أول شيء البيرسونال داتا، واللي تتضمن هي النيم، الايج، والسكس، والماجوريال ستيت، والادريسز، والاكيبيشن، كلهم هذا تسأل عليهم، وكل شيء تعني لها لا لا معنى. يعني الايج ممكن فيها مرض في اللنج، لو هي في البيبرتي ايج ممكن تكون حتى هي في السيولوجيكال جويتر، او في الماتيريال ستيت هل هي متزوجة ولا لا، لو هي مثلا في الحمل او شيء ممكن تكون حتى هي في السيولوجيكال. الادرس، المكان وين يسكن، ممكن يكون في الجنوب او حاجه زي هيك، معناه انديميك جويتر. المين كومبلين، المين كومبلين في سويل اوف تيرويد جلاند موست كومن، المين كومبلين از نيك سويلينج. والنيك سويلينج لابد ندير له اناليسز للمين كومبلين، يبدا ب دوريشن قديش لها النيك سويلينج، فيختلف من شويه الى فتره طويله. اذا كانت فتره طويله ممكن يكون يعني 6 شهور، سنة، ممكن يكون هذا مليجنسي. إذا كان فترة قصيرة احتمال تكون بناين. الأنست ممكن تكون، كيف بدت معاك الفكرة، ممكن تكون هي نقص رخاء في خلال وخشت في درمويد سيست أو ما أدرك. السايت متاحها هل هي سنترال أو في البريفرال، بينلس أو بينفول، هذا مهم جدا، لأن لو هي بين فول لابد ندير الاناليسز بالاناليسز بين بين. لو هي المين سو كومبلين، المين كومبلين قلنا احنا نيك سويلينج اللي بدنا نعرف من الكورس، لو ما فيش بين نقول انه بين. اوكي، وبعدين النيك سويلينج اللي بدنا نعرف من الكورس، هل هو السويلينج هذا كل مره يزيد بروجريسيف ريجريسيف او ستيشنال. السويلينج اللي بدنا نعرف النمبر بتاعه، هل هو just single or multiple. ممكن يكون lymph node suspected cause maybe dermoid cyst
دلمويتس كيف ما قلنا احنا بانكتشر وان دلمويتس. السسبكتد كوز ريليشن ريليتد تو دو تو بريجنانسي ممكن او لاكتيشن ايموشنال او لاكتيشن او ايموشنال ستيت الاجريفيتد ريليفينج فاكتور اوف سويلينج. ونهايه ننتهي بالاسوسيشن سيمبتومز. الاسوسيشن سيمبتومز اللي هنا عندنا البريشر سيمبتومز اوف تيرويد جلاند. يعني تيرويد جلاند مغطية عدة أعضاء في المنتصف وعندها لو صار انفلتريشن للتيرويد جلاند حتى تضغط عليهم. بمعنى لو هي ضغطت على التريكيا وعلى الصفقس وعلى الكونكورس الدفين أو على الريكرانت لارينجيال نيرف شنو بيصير؟ تنشفهم واحدة واحدة. صار نبدأ بأنسد وديوريشن ديوريشن وأنسد وكورس وجريفيتد وليفينج فاكتور أسوشيشن. قدامي في الصورة تيرويد جلاند لافة على الأورجنز هادو اللي هما بريشر سيمبتومز الأسوشيشن فاكتور 4D. عندي ممكن يكون ديزنيا لو صار كومبريشن على التريكيا، لو صار كومبريشن على الصفقس دي لي ديسفيجيا، لو صار كومبريشن على الكومن كاروتيد فين يدي لك ديزنس يصير في دوخة او يعني يقول لك المريض لما نصبي فجأة ندوخ. ديسفونيا او هورسنس اوف فويس. صار لما ناخذ هيستوري ندير للمين كومبلين، ناخذ انا البيرسونال داتا مين كومبلين، ندير اناليسيز للمين كومبلين، ومن تم نوصل للاسوشيشن فاكتور نعلق عليهم بيز نو ديزنيا نو ديسفيجيا. لو لقيت ديسفيجيا ندير لها اناليسيز للديسفيجيا اللي هو ديوريشن وانسد وكورس واجريفيتد وريليفينج فاكتور. لو ما لقيتش ذير از نو ديسفيجيا نو ديزنس نو هورسنس اوف فويس. ديسفونيا يعني درتها باش من يعني التسهيل للحفظ مش اكثر. فندير نو هورسنس اوف فويس لو صار يعني كومبريشن على كانت لارنجيال نيرف. سيستميك ريفيو تيرويد جلاند هي اكثر شيء حنفكروا فيه اللي هم توكسيك مانيفستيشن، حنوزعوهم على كل سيستميك ريفيو. مثلا على السينس انسومنيا تربدي كويس، نايت ميرز يعني في احلام في الليل تربدي في ومش مستريحة في نومك، فاين تريمر هل تقدري تخش مثلا الخيط اللي في الإبرة الإبرة السلك الخيط تقدر تمرقها أو تقدر تسكر البطن السورية حاجات فاين تقدر تستخدمها أو لا. الكارديك بالبيتيشن أكتر شيء، قلبي كيرف هاي كارديك أوتبوت ممكن بود هارت فيليور. عندك مثلا أرتوبني قديش تلقي على سال مخدة قديش عندك تشكي في الليل وتنوض الدوري في هواء باركسيز من فنكتورنا ديزنيا، هل عندك يعني دهشة معهم أو نو؟ معنا احنا سألنا فيها غادي لكن تقدر تسألها كتحطنا مع بعضهم كاردك فيلي أو هارت فيلي. ميتابوليك هيت أند كولد تولينانس في الهايبو أند هايبرتيروديزم. الاي ممكن نقولها هل كسفت المص عينك عينك بتطلع لقدام حسيتيها باي الشهور هذا. دبلوبيا تحسي بان في حاجه تسبب شحيفه بالزوز. جينيتو يورينري اخيرا اسف جينيتو يورينري ممكن عندك منوريجيا او امينوريا مع الهايبو اند هايبرتيروديزم. ميل امبوتنس بيوريا متوقعين. ال GIT changes the appetite الباول هابت. باول هابت هل شنو نمور البراز الفريكوانسي سميل الكونسيستنس الكلام هني الباول هابت مش حتى هني بس جاي كل اللون كيسز نديرو فيها كل شيء. جاي متى وصلت في الباول هابت ما نقولش نو دايريا نو كونستيبيشن، نكتب باول هابت الفريكوانسي سميل كونسيستنسي الكلام نعلق على كل شيء عشان نقول فعلا يعني كونستيبيشن ودايريا. سكن سويتينج هل هو عندها سويتينج ولا وورم ديها سخنه ديما. الباست ميديكال هيستوري اوف سيم اتاك اند كرونيك كونديشن ديزيز اسيد دايابيتيس
عندها هايبرتنشن، عندها تي بي، عندها هايكي درج انتيك، تاخذ في ادويه او لا، او درج هيستوري، تاخذ في ادويه لاي مرض، او عندها الرجي من اي دواء، عندها هيستوري في بلود ترانسفيوجن قبل او لا، عندها بريفيس اور نو. الفاميلي هيستوري سيم كونديشن، عندها في حد في العيله من الحاله هذه، لانه ممكن يكون باندريد سيندروم او ممكن يكون من تايب 2. من تايب 2 هذا مجموعه من السيمبتومز اند اوف هايبرثايرويدزم اند هايبرثايرويدزم ديفرينشيشن. انجولي الاكزامينيشن للثايرويد جلاند، بالنسبة للإكزامينيشن تيرويد جلاند دكاترة في عندي الجنرال اند لوكال إكزامينيشن. أول شيء نبدأ بالجنرال إكزامينيشن، نعلق عليه الجنرال لوك، بيشن كونشوس أورينتد، أفريج ويت، أوبيز أور نو، إريتابيليتي، الإنكزايتي بتاعها، الفيتال ساين. أول شيء نعلق على الجنرال لوك، بعدين نبدأ الفيتال ساين، نقيس للبي بي والبلس والرسبيراتوري ريت والتمبريتشر، هذه هي الاساسيات. وبعدين نبدا اكزامينيشن للهاند، وورمد، سويتينج، بالمر ريتيما، كلابينج. نبدا ممكن نديرو اي اكزامينيشن لللوس اوتر وان تيرد اوف ذا هايبوتيريزم. مرات يقول لك شنو هما الاي سيمبتومز اوف او يعني ساينسز اند سيمبتومز اوف اي في الثايرويد جلاند، مثلا اي بول، الاكس اوف تلمس اند ليد ريتراكشن اوف تلموبليجا والليدلاك. طبعا شوف الفرق بين الليدلاك اند ليد ريتراكشن، السؤال التقليدي المعروف. الليد ريتراكشن عينه باي انسبكشن ذير از ليد ريتراكشن، لكن الليدلاك الاختلاف فيهم ان الليدلاك مش ليد ريتراكشن، ان الليدلاك عن طريق الاكزامينيشن الدير فيكسيشن للهيد، تاخذ القلم ترفع القلم فوق الراس، يتبعك المريض بعينه، فجأة تنزل القلم من فوق اللوطة، فيصير تنزل الايبول اللوطة، لكن الليدلاك تقعد فوق، الليد الايليد تقعد فوق، هذا يسمون فيها الصايم يسمون في الليدلاك. تمام. اللور لمب بريتيبيال ميكسيديما ود هايبوتيريوتيزم، في يسمون فيها اللور لمب لمبيتينجيديما ود هايبوتيريوتيزم، ميكسيديما ود هايبرتيريوتيزم يقفها اسمها بريتيبيا مكسديما، أنت لو لم نمبيتينج إديما في الهايبوتيروتيزم. لوكال إكزامينيشن في تيرويد جلاند زيتوا، لوكال إكزامينيشن صار ناخد برميشن بوزيشن إكسبوجر، قاعد بحط المريض في نفس المستوى زيتوا، ادي له إكسبوجر، تاخد منه إذن قبل كل شيء وتدي له إكسبوجر وتبدأ. طبعا قبل الانسبكشن there is no skin scar, sign, swelling, no dilated veins. بعدين نهاية الانسبكشن there is بعدين ask patient to swallow، قول ابلع وبعدين زوت رجل. بعدين لو هو بلع ask patient to swallow، اذا كان بلع يعني هذا هو تحرك، هذا positive عند goiter، يعني هذا swelling في thyroid gland. إذا كانت طلع لسانه وتحرك والموفمنت، هذه معناها هذه تيروغلوسال سيست، لأن تيرويد جلاند في الإمبريولوجي تطلع من من فيرومون فورامين اوف سيكم انتيرو تو تير اند بوستيرو وان تير في التانك، تنزل لوطه تستقر في مكانها عن طريق تيروغلوسال كانال. الكنال هذه ممكن تكون قاعدة وتكون لو طلع لسانها وتحرك معناها تحرك التيرويد جلاند، يعني لو طلع لسانها وتحركت هذه. نجولي حاجة اسمها بالبيشن، بالبيشن طبعا من الفرونت نشوف التمبريتشر، نشوف تندرنس وتاكيكارديا، اللي هو هوتنس وتندرنس وتاكيكارديا، يعني مش أهم شيء هوتنس وتندرنس من قدام. بعدين نجو ممكن نقول بالبيشن للكاروتيد أرتري، هي سموها بيري ساين، مش كتبها هنا.
very sign صرفات لكن ما نجوش bilateral كل واحدة من جهة بعدين المينا ريسايد البري ساين هذه لو لقيت بالببل يعني كويس لو لقيت نوت بالببل مو معناها احتمال يكون في انفلتريشن تيرويد جلاند على الكاروتيد ارتري سويلينج نجوب من الباك نبدو نديرو اكزامينيشن اللي قلناهم كلهم بكري بنعاودوهم there is no skin but then there is swelling in anterior triangle of the neck measured about 3-4 سنتي oval in shape consistency is hard surface skin over is not attached by skin and not attached by underlying structure and attached مثلا بالunderlying structure شادة بالunderlying structure بعدين يشوفوا هل هي متلصقة بالsternocleidomastoid right and left بهي بعدين نهاية السويلينج دلنا بالويشن نهاية شو فيه في حاجة اسمها ask patient to swallowing and swelling and swallow and protrude of the tongue يعني يقول ابلع وطلع لسانك لو هو يعني moved with مع البلع يعني هذا تيرويد لو هو ما moved او moved مع خروج اللسان يعني هذه هي الكلوسس بعدين اهم شيء في الموضوع اللي هي الليمف نودز اهم شيء هذه الجولد بتاعنا الليمف نود اللي هي سبمنتال سبمانديبولر اتيريو سيرفايكل وسوبرا كلافيكولر وبستيرور نجول البركاشن البركاشن اوفر على الستيرنم باش نديرو هل هو يعني هل في ريترو ستيرنال جويتر لان احتمال الجويتر يخش تحت الستيرنم ويدير لي بركاشن لان دي بركاشن على الستيرنم كل ده از نوت ريزونانس لو ضل يعني في ريترو ستيرنال جويتر الاسكالتيشن لو بروي هذا ارتري لو هامب هذا فين طبعا هذه ام بي لا يجون تيم ام سي كيو حساسه هيك لابد يا جماعه قبل جماعه المتخشش العمليات جماعه التيرويد لابد يشوف جماعه الاي ان تي الاي ان تي باش يشوف ريكورد لانجينير رقم واحد ويشود بي ايو تيرويديزم لابد قبل ما نخش العمليات البروبايل تيرويسي اللي نعطو فيه ريبليسمنت للبيتا بلوكر في البريكنسي ونو جيفن الراديشن تريتمنت للجيرين بريكنسي لان هذه تيراتوجينيك هذا من نقاط سكيور تمام بعد تمينا الهيستوري والاكزامينيشن نجو ممكن اللي يسال فيه اللي هي الانفستيجيشن شنو هما الانفستيجيشن اللي نديروهم لو لقيت سويلينج اول شيء يقول تي اف تي ثاني شيء دي لا الترا ساوند ثالث شيء دي لا فاينل اسبيريشن بالترتيب بالترتيب طبعا يا شباب بالنسبه لل تي اف تي اللي هو تي 3 وتي 4 تايروغلوبولين نديرو فيهن اوكي مرات من تي اف تي ما عادش نستحقوا شيء بالذات في جماعه السمبل نادر في السمبل جويتر الالتراسونوغرافي نستفيدوا منها في ثلاثة حاجات اول شيء نشوفوا في التيرويد نفسها هل هي تيرويد او لا اول شيء لان مرات من بكري نقولوا فيه مراوش ما هوش تيرويد لكن بالالتراسونوغرافي احنا نضبطوا كل شيء لو هي تيرويد حنعرف السويلينج هل هو ديفيوزد هل هو نودولر او هو مالتيبل نودولر وسنجل برومينت او سنجل دومينت لان ديفيوزد لما يكون ديفيوزد بمعنى ديفيوزد يعني انتفاخ متساوي النودولر يعني انتفاخه فيه يعني فيه كلاكيع مالتيبل نودولر فيه كلاكيع ولكن في واحده كبيره نودولر مالتيبل نودولر ماشي مع مالجنسي اوكي صار نشوف بيه التيرويد نشوف بيه الانلارجمنت شنو وضعه ونشوف بيه ممكن نقدر نشوف بيه الليمف نودز هذا من فائدة الالترا ساوند في التيرويد في الامتحان كسؤال برا فايند الاسبيريشن رقم 3 اللي هي اكيوريت في البابيلاري كارسينوما البابيلاري كارسينوما موست كومون تايب اوف تيرويد كانسر لكن كان ما تقدرش تفرق بها حاجتين لا حاجتين بين فوليكولار ادينوما وفوليكولار كارسينوما ما تقدرش تفرق بين هاشيموتو ديزيز اند راديشن طبعا الفوليكولار ادينوما وفوليكولار كارسينوما لان في واحدة في الكورتكس وفي واحدة خاشة داخل ما تقدرش انت تعرف انت عندك مالجنسي في ايدك لكن مش متعرفش منين جاي
فهنا التيرويد ايزوتوب سكان. طبعا التيرويد ايزوتوب سكان ممكن نقول لك هوت ممكن نقول لك كولد، لكن الهوت ماشي مع بيناين والكولد ماشي مع الماليجنانت. تمام اوكي. لكن ميجر في اكثر حاجات النودولر كيف تفهمنا بكري ماشي عادة تلقاها كولد. مع هذا حاليا في حال بحالات يقولوا هوت از بيناين، ولكن الهوت مش كل الهوت راهي بيناين، فلا بد نديروا فاينل اسبيريشن. نجول للتيرويد سيرجري تايبس اوف تيرويدكتومي. احنا قررنا بنديروا تيرويدكتومي للحاله. علاش تيرويدكتومي؟ على فكره قبل كل شيء معلومه زياده، علاش كوزز اوف تيرويدكتومي؟ ممكن يكون زياده في الفانكشن، واحد ممكن تيرويد فانكشن زياده، ممكن دون تيرويدكتومي على اساس في مالجنسي، ممكن فيه سيست، ممكن دون تيرويدكتومي على خاطر يعني كوزماتيك للبيش مش اكتر. اوكي تمام. لكن شو انواع التيرويدكتومي؟ اول نوع اسمه لوبيلكتومي اللي هي ريموف اوف تيرويد لوب. هيمي تيرويدكتومي حول اللوب مع الاسمس، وفي حاجه اسمها سبتوتال تيرويدكتومي حول اللوب الاسمس حولها كلها وخلي منها التمن. توتال تيرويدكتومي ريموف اوف اول تيرويد جلاند. التيرويدكتومي هذه اللي درناها ما عندهاش كومبليكيشن؟ لا ما ينفعش. كومبليكيشن اول واحد اللي اسمها هيمرج، هيمرج اسمه مفير ريسبيرتوري دي اللي هي ريسبيرتوري اوبستراكشن، اللي اسمها هيب رياكشنري هيمرج دي كومبريشن على الاورجن اللي هي التراكيا دي لك اوبستراكشن. الحل نتاعك انك انت في المريض قاعد على السرير افتح ستيتشر ستيتش نتاعك وخليه بوك برا اسهل، يعني خير من يصير اوبستراكشن والمريض تموت وتضيع منك على اساس يعني على سبب اوبستراكشن. ريكرنت لارنجيال نيرف يونيلاترال هورسنس اوف فويس او بايلاترال بسلك بسفاني. هايبو اند هايبو تيرويديزم او هايبو بارا تيرويديزم لانك انت حاولت بارا تيرويد جلاند بتخشش البيشن في تيتاني ديكريز في كاربوبيدا سبازم اند ديكريز في كالسيوم. Wound infection ممكن تكون recurrent مع الدواء هذه كلها تخشك في recurrent، صار hemorrhage recurrent laryngeal nerve injury hypothyroidism hypoparathyroidism wound infection or recurrent laryngeal nerve this complication thyroidectomy. سؤال مهم للتيرويد تيومر، سؤال حتى هو أيضا في الأورال جي شنو هم تيرويد تيومر، فالطلبة دي ما يتلخبطوا لأنهم مش منظمين، فحاولت نمتد الشريحة هذه باش تسهل على الناس. أول شيء هما فيه بيناين ومالجنانت، هيك الإجابة. البيناين اللي هو فوليكولر أدينوما، المالجنانت عندنا أنواع، أول واحد اسمه برايمري وفيه سكندري. البرايمري فيه أدينو كارسينوما، فيه ميدالري كارسينوما، فيه اللنفوما. تمام. بالنسبة للأدينو كارسينوما أول واحد اسمه بابيلاري، تاني واحد اسمه فوليكولور، تالت واحد اسمه بلاستيك. على فكرة البابيلاري most common type of thyroid gland tumor. السكندري is metastatic tumor، شايني من عضو تاني. تمام. most common type of malignancy اللي هو البابيلاري كارسينوما يمثل 54%، تاني واحد فوليكولور، تالت واحد ميدالاري كارسينوما يمثل 4%. تمام. يعني درنا فيديو صغير ان شاء الله ربي الاستفاده تم على كل طالب، وحاولنا نلم لكم فيه اغلب معلومات اللي تنسال في يعني مش كل المعلومات لكن اغلبهم. اسال الله التوفيق لكل. السلام عليكم.